مرحبا بكم في سبور اكسبريس باش نحكيو على مباراه النادي الافريقي والنجم الساحلي اللي وفات بالتعادل. لكن قبل البدايه مع صابر خليفه والاصابه اللي تعرض لها في الدقائق الاخيره من الشوط الاول بعد التحام مع حارس النجم علي جمل. صابر خليفه يخضع حاليا لتدخل جراحي عاجل تحت اشراف رئيس اللجنه الطبيه في النادي الافريقي الدكتور محسن الطرابلسي. بالنسبه للاصابه هي كسر مضاعف في اسفل الساق, وصابر خليفه باش يرتاح المده ما تقلش على 6 شهور ان شاء الله. لباس صابر خليفة حارس النجم علي جمال اللي كان في الكونتاكت مع صابر في الإصابة اتحدث على ليسا. لا غالب ولا شو شخلك كما النجم يعني أنا كنت نضر ويصير لي نفس الكلام تاع صابر. لا غالب جيت في صابر وبالحق يعني تأثر كبير خاطر تمشي الكورة وتقعد ديما معنا صحة الملاعب هي الكل, فهمت؟ لا غالب نتمنى له الشفاء وإن شاء الله يرجعنا على قريب. صابر أن جران جوار إن شاء الله أخويا يرجع على بيت إن شاء الله. نرجع للمقابله نتاع الكلاسيكو بين النادي الافريقي والنجم الساحلي لحساب الجوله الثانيه اياب من البطوله. مقابله وفات بتعادل 1-1. هدف فيني بونغونغا للنجم في الدقيقه 26 واسكندر العبيدي عدل للنادي الافريقي في الدقيقه 27. تعادل يخلي الافريقي في المرتبه الثانيه ب 16 نقطه والنجم الساحلي في المركز الرابع ب 11 نقطه. المهاجم الإيفواري سليمان كوليبالي فسخ عقده من جانب واحد مع النجم الساحلي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية. رسميا 29 أفريل هو موعد الجلسة العامة الانتخابية للنادي سبيقسي للمدة النيابية من 2022 حتى 2024. بالنسبة للانخراطات تتباع من 9-29 مارس. من اخبار كلاسيكو غدوة بين النادي الصفاقسي والترجي, تاكد غياب مدافع النادي الصفاقسي علاء غرام على المقابله بسبب الاصابه اللي تعرض لها في مباراه فريقه ضد نجم المتلوي مقابل عوده ايمن دحمان الحرزي وفراس شوا. في الرابطة المحترفة الثانية بعد مقابلات الجولة التاسعة تأكد رسميا صعود أولمبيك سيدي بوزيد للبلاي أوف. بالنسبة للنتائج في المجموعة الثالثة أولمبيك سيدي بوزيد صعد للبلاي أوف بعد ما ربح مستقبل ود الليل بنتيجة 1-0. مكارم مدية ربح تيريل المساكن 1-0. مستقبل محمدية تعادل مع مستقبل جيبس بنتيجة 0-0. في المجموعة الرابعة سبورتينغ بناروس عادل مع سيكاك الحديد الصفاقسي 0-0. النادي القربي ربح خوف القفصة 1-0 ويواصل يعني ينفرد بالصدارة, والملعب الجيبسي فاز على مورجان تبرقة بنتيجة 3-2. انتهت مقابلة الجولة الرابعة عن بطولة النخبة لكرة اليد في البيوف مباراة القمة وفات بانتصار النجم الساحلي على ترجي الرياضي التونسي في قاعة سوسة 27-24. رغم أنه الشوط الأولاني من المقابلة كان وفاة بتقدم الترجي 15-13. جمعية الحمامات خسر ضد نادي سقيت الزيت 24-28. والخامسة انطلقت مباراة النادي الافريقي مع نصر طبلبة حاليا في 15 دقيقة لعب في الشوط الثاني من المقابلة تقدم للنادي الافريقي 22-14. اليوم تتلعب المقابلة المؤجلة من الجولة الأولى لمجموعة رابط الأبطال الإفريقية 8 متاع الليل الأهلي المصري وجه المريخ السوداني. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات.